نأتي إلى هذا الرابط data recovery.wondershare.com. نذهب إلى Water Security Solution de récupération de données fiable من موقع Wondershare. سوف نشرح لكم برنامج Wondershare Data Recovery. لا تنسوا بالنقر على سبسكرايب القناة حتى يصلكم مجدد القناة. انقر على إيسي جراتوي، هنالك نسخة مدفوعة ونسخة مجانية. إيسي جراتوي يتم تثبيته في الأسفل. نفتح أيقونة التثبيت، هي أيقونة لتحميل البرنامج من الموقع الرسمي لـ Wondershare Data Recovery. طيب هذه هي الأيقونة، ننقر الأنصال. ننتظر تثبيت البرنامج. سوف يبدأ تثبيت البرنامج. لا تنسوا بالنقر على سبسكرايب للقناة قناة تكنيك بوك حتى يصلكم كل جديد القناة بإذن الله تبارك وتعالى. لحظات فقط ويكتمل تحميل هذا البرنامج. نذهب خطوة بخطوة لتفعيل هذا البرنامج، وهي الخطوة التي يجد فيها صعوبة العديد والعديد من مستخدمي هذا البرنامج، لأن النسخة هي نسخة مجانية ونريد أن نقوم بتفعيلها عن طريق الكراك أو الكيغون. طيب ننقر على فينيخ، يتم فتح برنامج الداتا ريكوفري. هذا هو البرنامج. هذا يمكنك استرجاع ملفات الفيديو، الاوديو، الفوتو، الايميل، الدوكيمنت بيروتيك والاوتر. هناك العديد. سوف نريد أن نسترجع ملفات الفيديو، نقر السويفون. أين توجد الملفات في استحملت الكوربي؟ نقر على كوربي أو ملف السي الديسك سي أو البيرو أو ما شابه ذلك، أو ملف آخر أو سيليكسيون. يمكنك أن تعمل سيليكسيون يعني من هنا. نحن سوف نقر على كوربي أو ديسك سي. بدأ نقوم باختيار مكان تواجد هذه الفيديوهات التي نريد أن نسترجعها. ماذا نعمل؟ ننقر على ديمارر. ننقر على ديماري ليبدأ عملية الأناليز رابيد أو التحليل لتلك الملفات، التحليل السريع لها كما تشاهدون. يقوم بإنشاء مجلد اسمه فيديو، لأننا نريد أن نبحث عن ملفات الفيديو. تم اقتناص 11 ملف. ننتظر انتهاء الأناليز ونعود إليكم. ثم انتهاء من التحليل نقر اوكي. نختار الفيديوهات ثم من هنا نختار ملفات الافي. هنالك ملف الامبيكات 109 ملف، الدبليو في ام في 18 ملف. ثم نقر على ريكوبيري. لما نقر على ريكوبيري
تظهر لنا هذه الصورة التي تقول لك بأن البرنامج غير مفعل، قم بعمل له أكتيفي أو قم بشراء نسخة من الموقع الرسمي. نقوم بعمل أكتيفي. يطلب منك الكورير دو ليسانس والكود دو ديسكريبسيون. طيب نحن وضعنا الكراك، لدينا الكراك الخاص به. لما نذهب إلى سطح المكتب هذا هو الكراك وندر شات داتا ريكوفري كراك. لاحظوا هذه الرسالة تأتينا، وجود خطأ، وجود نت فرامورك غير مثبت، يعني فيه خطأ في النت فرامورك. نقوم بتثبيت النت فرامورك لنسخة 64 بايت. هاتي النت فرامورك، نقوم بتثبيتها أو تحميلها من الإنترنت. نزل نفس المشكل. سوف نختار نسخة النت فرامورك التي تتوافق مع الجهاز والنظام أيضا، بطبيعة الحال نظام ويندوز. نقر على next ثم ok next ثم next ثم install. سيتم عمل انستال للنت فرامورك مايكروسوفت نت فرامورك. تم عمل انستال بنجاح. نرجع الى الكراك الخاص بنا. نفتح الكراك الخاص بنا، هذا هو الكراك. نقوم بتثبيته. لاحظوا تظهر لنا هذه الصفحة. لماذا؟ لأننا لم نقم باختيار المسار الصحيح للبرنامج. نقوم بالبحث عن المسار الصحيح للبرنامج. لاحظوا offline connectivity status offline. ماذا نفعل؟ نذهب إلى الميني ديماراج ثم نختار أورديناتور. من هنا نختار أورديناتور. هذا هو المسار. سوف نقوم باختيار مسار أين تم تثبيت برنامج وندرشار داتا ريكوفري. نذهب إلى أورديناتور من ميديوري ماديماري. نذهب إلى أورديناتور ثم ملف السي ثم بروغرام فايل. وندرشار داتا ريكوفري. نأخذ هذا الرابط نعمل له كوبي. ونذهب إلى الكراك ونضع ذلك الرابط، نضعه هنا بيست ثم نقر على كراكي. أورديناتور السي وندر بروغرام فايل ثم وندر شار
بروجرام فايل عفوا من ليس بروجرام فايل، ثم نختار وندر شار، ثم نقوم بفتح المجلد ثم اوكي، نوقع الكراكي مع زر، نقوم بفتح المجلد الذي بداخل مجلد الوندر شار، نقوم بفتحه ونختار هذا المجلد وندر شار داتا ريكوفري، هذا المجلد اوكي، نقر اوكي، ثم نقر الكراكي. Please like of Facebook page got glass of now crack. نقر اوكي. Program cracked successfully. اوكي. نقر التالي. نختار مكان الذي نقوم بسحب منه هذه الفيديوهات. مثلا قرص سي. ثم بدء. يعمل مسح سريع او اناليز، ثم وصل 102 ملف، لقد اكتمل المسح الضوئي اوكي، نقوم بعمل 13155 امبيكات، ثم نقوم اختيار الملفات التي نريد استرجاعها، ثم نقر الاسترداد، تظهر لنا هذه، نختار مكان الذي نريد ان نضع فيه مجلدات الاسترداد، نختار قرص السي، ثم ازر تكنيك بوك، ثم ملف الديسكتوب مثلا صح المكتب، ننشئ ملف جديد ثم اوكي، احفظ هنا، يبدا استرجاع البيانات، هناك يخبرك بفشل بعض الملفات لم يتم استرجاعها كامله، اللي هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح، لم تنفع اتلاف حفظه، لا تنسوا بالنقاط سبسكرايب القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.